أخبار اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. اجتماعنا اليوم هو بين أصحاب الأعمال المصريين والسعوديين برعاية من اتحاد الغرف المصرية وحضور بعض السادة الوزراء المصريين. ونشكر للأخ أحمد الوكيل ولأخي عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي هذه الدعوة الكريمة التي جاءت بمناسبة الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لمصر، ولأنه يوجد عدد كبير من أصحاب الأعمال السعوديين مبتهجين بهذه الزيارة، جاءوا إلى مصر قصيصا ليعبروا عن فرحتهم بمجيء ملكهم إلى مصر التي يستثمر فيها والتي يعمل فيها منذ سنوات طويلة. الله تطورت في السنوات الأخيرة، ولكننا نطمح في المزيد من التطور. ومجلس الأعمال المصري السعودي الآن بصدد إنشاء شركة لزيادة الصادرات بين البلدين، حيكون رأس مالها حوالي 1 مليار جنيه عشان تسهل زيادة الصادرات بين البلدين. يمكن يزيد كثير، يعني دائما نحن أصحاب الأعمال طماعين ولا نكتفي بشيء، لأنه برضو بالرغم أنه حجم طيب ولكنه لا يتجاوز خانة العشرات من المليارات. نحن نطمح أن يتجاوز هذا الرقم، لأنه البلدين يكملوا بعضهم، مصر أيدي عاملة وأرض خصبة ومياه، السعودية ثروات طبيعية من تحت الأرض، صناعات متقدمة. لو ركزنا على تنمية الصادرات بين البلدين أعتقد حتكون في صالح البلدين، خصوصا أن مصر أكبر سوق عربي فيها 100 مليون مستهلك، والصادرات السعودية لها جودة طيبة. الصادرات المصرية كانت دائما مشهورة في السوق السعودي، المسافة بيننا وبين مصر أقل كثير من المسافة بيننا وبين أمريكا الجنوبية، إلا نستورد منها فواكه أو دواجن أو شيء. لابد أن يتم تكامل اقتصادي بين البلدين. والله المجالات المصرية للاستثمار كبيرة، ويوجد استثمار سعودي في المجال الزراعي، في مجال الدواجن، في مجال الحيوانات، في مجال الصناعة، في كل المجالات. ما تخصص السعوديين في مجال معين، أي شيء في خدمة للعلاقات الاقتصادية والشعب المصري ويوجد فرص عمالة السعوديين بيستثمروا به. والله أنا مستثمر في كل المجالات، فما أقدر أنصحه بشيء وما أنصحه بالتاني. اللي يقدر يجي يستثمر في كل شيء. أنا ما عندنا منازعات، في عندنا مشاكل وبتحل. الحقيقة ما قصروا المسؤولين المصريين في بذل الجهد في حلها.